جون رجل بائس وبيحاول يكتب القصة بتاعته ويحط لها نهاية، ولكن بسبب وفاة ابنه غرقا وهو عنده 3 سنين فللأسف شهرته العظيمة ككاتب قلت بسبب عدم قدرته على الكتابة، ولكنه حاول من جديد ونجح أخيرا انه ينهي القصة بتاعته وهو عايش مع مراته ادي في بيت معزول في الغابة بحثا عن الهدوء والراحة اللي بيساعدوه في كتابة قصصه، وكل يوم بيروح لمقبرة ابنه توماس وهو حزين وكان نفسه يقضي معاه وقت اطول، والذكريات ما بتسيبش جون ومش قادر ينسى ابنه خالص، حتى علاقته مع مراته بقت وحشة لما مات توماس. وجون في طريقه ماشي عشان يطمن على مراته ادي اللي قاعدة لوحدها حزينة في الغابة وللأسف مش عارف يساعدها، ويستغرب ان جريج اللي اشترى منه البيت عارض بيت جون للبيع، وجون ما قالوش انه عايز يبيع اصلا ولا حتى جريج كلمه، ولكن جون ما اهتمش وراح لمراته ادي اللي كانت المفروض تحرس ابنها توماس، ولما غابت عنه لثانية واحدة بس للأسف غرق ومحملة نفسها المسؤولية رغم ان جون مش بيحملها ليها وهو طول الوقت مشغول عنهم بسبب شغله. وادي بتاخد علاج مهدئ عشان تعرف تكمل حياتها، وجون كان موجود وقت الحادثة وهو اللي خرج توماس من البحر ولكنه كان ميت، والليل حل وخدها للبيت وبتشرب مشروبها المهدئ وما بتاكلش، ومن كتر البؤس والحزن عرضت على جون يسيبوا البيت ده احسن ولكنه رافض، ويحاول يفرحها انه خلاص خلص قصته وطبعها كمان وهيجهزها للنشر بكرة، وهي مش عارفة تعمل نفسها مبسوطة والذكريات اللي عاشتها مع ابنها في البيت ده مسيطرة عليها. ومشكلتها الاكبر انها بعد ما خلفت توماس خلاص ما بقتش بتخلف تاني، والجراح عندهم للأسف ملهاش علاج، وجون عامل نفسه قدامها قوي وناسي موت ابنه خلاص، ولكنه لوحده بالليل يسترجع ذكريات ابنه وبيعيط مع نفسه، وكان نفسه يدي وقت يقضيه مع ابنه اكتر من الوقت اللي هو قضاه في شغله، وراح فضى ازازة مشروب ادي عشان ما يأثرش عليها ويسبب لها الجنون، وراح بالليل يقفل كل الابواب عادي للامان وسايب قصته في المكان، ولكنه فجأة يسمع صوت خبط وموسيقى صوتهم خفيف وغريب كمان، ولكنه ما يهتمش اكيد هو بيهلوس لانه محتاج ينام، والليل اشتد عليهم وفجأة يصحى هو وادي من النوم بسبب سمعهم صوت حد بيخبط عليهم، ولما راحوا يفتحوا تجيب ادي السلاح للامان بس يطمنها جون كده كده السلاح ده مش شغال، ولقوا بنت على الباب اسمها راتشل وتليفونها فصل وخايفة بسبب السفاحين اللي بيطردوها، ودخلوها للبيت وجون تأكد من المكان وما لقاش حد وممكن يكون حد كان بيهزر معاها مش اكتر، فتقول لهم على السفاحين المقنعين باقنعة الحماية من الغاز وبيهجموا على البشر المذنبين بالليل لقت لهم، وقالت لهم على صوت الخبط والموسيقى اللي بتسمعهم وصدقها جون لانه هو كمان سمعهم، وحاول يكلم الشرطة ولكن الشبكة ضعيفة والمكالمة فصلت، فساب ادي مع راتشل وخد السلاح معاه للتأكد، والسلاح معاه مجرد بس انه هيخوف به اي حد يهجم عليه، وهيروح لعربية راتشل اللي قتلت منها، ومطمن ادي لانها عارفة مكان السلاح الشغال في الخزنة وعارفة كلمة السر كمان لو اضطرت تستخدم العنف. وتستغرب ادي لما راتشل شافت رسمة ابنها توماس وتعتذر لها لو خبطها على الباب جامد صحاه، ولكن ادي تطمنها ان ابنها توماس ميت اصلا. وجون بيستكشف الغابة سمع صوت ولقى نجفة غريبة متعلقة على الشجرة وسامع صوت حركة حد في الغابة، وفجأة تلاقي ادي ان راتشل اختفت وبتدور عليها ومش لاقياها وبتنادي عليها ومش لاقية منها رد، وحست بالقلق منها، ولقى جون عربية راتشل اللي قالت لهم ان السفاحين عطلوها وسرقوا حاجاتها كمان من العربية، ولقى جون فخ مسامير على الارض وهو اللي بوظ كاوتشات العجل بتاع العربية، والعربية مش شغالة ومحتاجة صيانة، وسمع جون صوت وشاف حد في الغابة. وبعد تدوير من ادي لقت راتشل بص على صورة العيلة وتلاقي كلامها متغير وتقول لها انها عارفة ان ابنها توماس غرق في البحر ومات، وراتشل من شوية كانت اصلا بتسألها لو خبطها على الباب صحاه، وقلقت منها لما لقيتها عارفة جوزها كمان ككاتب مشهور وخدت قصته معاها لتسرقها راتشل وكسرت ازاز الصورة بالغلط. وجون رجع للبيت ومعاه فخ عربية راتشل، ولقى راتشل ايدها مصابة بسبب الازاز، وبصت من الشباك ولقت احد السفاحين مراقب البيت ولكنها ما اهتمتش، وجون بيعالج اصابتها بيكلمها على الحزن اللي هو وادي بيمروا بيه، وكمان كل ده ادي بتراقبهم وسمعت الكلام وشك في راتشل، واستغربت لما عرضوا عليها
يروحوها لبيتها انها رفضت بحجة ان دلوقتي مفيش حد في بيتها، وطلبت منهم انها تقضي الليلة معاهم، وادي شك فيها بسبب المعلومات الكتيرة اللي عارفاها عنهم. ولكن جون طمنها لان راتشيل شكلها بريء، وهي قالت ان بيتها قريب من هنا واكيد احنا ما شفناهوش قبل كده لاننا ما بنخرجش من البيت كتير. وكل الكلام ده سمعه راتشيل، ولقى جون صوت موسيقى عالي في المكان ونزل يقفل مشغل الصوت، ولكنه لقى صوت الاغاني لسه شغال، وراح يتاكد من الغرفه اللي راتشيل قاعده فيها ولقاها مشغله الموسيقى من عندها. ولما شافته ادي في غرفتها شكت فيه انه بيخونها معاها، وراح يهديها ويقول لها كلها الصبح وراتشيل هتمشي ولازم تهدى شويه. ولكنهم سمعوا صوت من غرفه ابنهم توماس، ولقوا جهاز كاميرا المراقبه شغال على سرير توماس، واكيد راتشيل اللي عملت كده وشكلها شريره. وراحت لها ادي وجون وما لقوهاش في الغرفه، ولكن لقوها جايه عليهم من بره وتنكر انها دخلت غرفه توماس اصلا وهي ما عملتش حاجه. ولكن ادي تتهمها بالكذب وتطردها دلوقتي لبره البيت. وفجأة الكهرباء قطعت، وتقول راتشيل السفاحين هنا. وراح جون يتأكد من صندوق الكهرباء ولقى ان حد فصله، وراتشيل خايفة وبتقول لهم لازم نهرب من السفاحين وهم حوالين البيت، وشغل جون الكهرباء من تاني. والسفاح ظهر وخطف راتشيل وما لحقش جون ينقذها، والكهرباء قطعت تاني وهيقفلوا على نفسهم الابواب ومش هيقدروا ينقذوا راتشيل لانهم شافوا اكتر من 3 سفاحين. والحل هو الاختباء والتفكير في خطه، والسفاحين مراقبين البيت كله وقريب جدا هيقتحموه عليهم. وراح جون وراتشيل يستخبوا، وبالغلط كوبايه ازازه اتكسرت وما خدوش بالهم. والحل ان جون يروح لمكتبه يكلم الشرطه من التليفون الارضي، وهيسيب ادي لوحدها مستخبيه لامانها ولازم ما تفتحش لحد الا لما تسمع صوته هو. وخرج لمحاوله الوصول لمكتبه، والسفاحين عاملين اصوات في كل حته في المكان عشان يسببوا ليهم خوف وقلق. وادي لوحدها فجاه السفاحين مراقبينها، ولما بصت عليهم بيكونوا هم اختفوا. وجون نجح انه يخرج بره البيت ومتجه لمكتبه وما لقاش حد من السفاحين، وكمان التليفون الارضي مش شغال والسفاحين مشغلين ليه فيديوهات ابنه توماس، حتى السلاح في خزنته مش موجود، والوحيد اللي عارف كلمة السر غيره هو هي مراته ادي، ومن المستحيل يكون السفاحين سرقوه. ولقاهم كمان مصورين كل حاجة في البيت عن طريق كاميراتهم، وطول الوقت هم شايفينهم، وحست ادي بيهم على الباب وبالغلط داست على ازاز الكوبايه المكسور ورجلها اتصابت. وحاسس جون بالسفاحين موجودين حواليه ولازم يرجع لادي بسرعه، وخبط عليها ويطمنها انه جوزها جون ولازم تفتح له بسرعه، وبسبب اصابه رجلها هتتاخر عليه شويه وبيكون احد السفاحين جاي له عشان يقتله. ولكن ادي فتحت الباب على اخر لحظه وانقذت جون، وراح عالج لها رجلها لانهم هيخرجوا من هنا مع بعض ومش عارفين يعملوا ايه مع السفاحين دول. وودى جون ادي لغرفة تانية وشايف انه بسبب اصابة رجلها فمش هيعرفوا يهربوا، فهيسيبها مستخبية هنا للمرة التانية لحد ما يروح يلاقي اي سلاح يحمي به نفسه ويحميها هي كمان، وده الحل الوحيد. وساب معاها جهاز مراقبة الكاميرا بره الغرفة عشان تشوف كل حاجة حواليها، والسفاحين بيدوروا عليه في الغابة وهو جري منهم بسرعة. وفيه السفاح الرابع عند ادي وبص عليها من الكاميرا وهيجيلها بسبب ذنبها، وحست بالخوف ولازم تحارب السفاح وهي مصابه ولوحدها. ولما وصل جون لمخزن البيت يتفاجئ لما يلاقي صور ليه ولعيلته، وصور لآلي وعيلتها كمان، وصور ليهم هما الاتنين مع توماس، وهي صور نادرة جدا وخاصة عليهم. وكده السفاحين دول مش مراقبينهم بس، السفاحين دول دارسينهم كمان وعارفين عنهم كل حاجة، وهم 4 سفاحين ضد جون ومراته آدي المصابة، والمعركة صعبة وأكيد آخرتها الموت. ودخل السفاح للغرفة اللي آدي مستخبية فيها، ولكنها ضللته وهي معاها المقص وهجمت عليه وأصابته في رجله وهربت منه بسرعة. وفيه سفاح كمان مراقب جون في المخزن برضه، ولكن جون هجم عليه وضربه. ولما رجع البيت لقى سفاح كمان وضربه، وخد مراته ادي للوصول لجراج العربيه للهرب من المكان كله، ولكنه لقى العربيه عطلانه فنزل يصلحها وساب ادي لوحدها اللي سمعت صوت غريب ونادت على جون وما لقتش رد. وفجاه
السفاح ظهر ولكن جون ضربه واغمى عليه وخلع قناعه ولقاها راتشل، ولقى قناعها كمان غريب وايده من خلال رؤية القناع اكنها شبح بالضبط. فهيكملوا هرب على رجلهم وخرجوا برا المكان كله والسفاحين وراهم، بس سابوهم دلوقتي وهم عارفين هم هيتجهوا لفين لانهم مش هيعرفوا يخرجوا من الغابة دي احياء، وكمان لازم يخلصوا عليهم بسرعة لانهم عرفوا هوية واحد منهم وهي راتشل، ومحدش هيحمي جون وآدي منهم الليلة. وتعب جون وآدي من كتر الجري وحسوا بالسفاحين حواليهم واستخبوا لحد ما السفاحين ضللوهم ومشيوا، وشاف جون حواليه بيت قديم معزول وسط الغابة، وده المكان الوحيد اللي هيعرفوا يستخبوا فيه، والسفاحين مشيوا منه خلاص. ودخلوا جون وآدي بسرعة وتفاجئوا لما لقوا المزيد والمزيد من الصور الخاصة بهم موجودة، وكمان شاشات لكاميرات مراقبة مصوراهم في كل حتة في البيت، وشافوا الأقنعة وجهاز استشعار أرواح واستغربوا منه، وخريطة للسفاحين كمان دارسين فيها كل جزء من الأرض اللي عليها البيت والمكتب والمخزن والمزرعة، ودارسينهم جامد جدا كمان. ولما رجع السفاحين للبيت المعزول هم بيكونوا هربوا وهيتجهوا للمزرعة، وده مخبأهم الوحيد المتبقي ليهم. وآدي تعبت من كتر الجري ومشاعرهم كلها لأول مرة من بعد وفاة ابنهم توماس بقت واحدة، هي مستعدة للتضحية بنفسها من أجله، وهو كمان مستعد يعمل كده من أجلها، على الأقل هينتقلوا للعيش مع ابنهم من تاني. وسابها جون وهيروح لعربية راتشل العطلانة ويحاول يصلحها، وديه فرصته الوحيدة للهرب من المكان ده. وآدي لوحدها حست بالسفاحين حواليها وهي وحيدة ومستسلمة، ولقى جون ان عربية راتشل اختفت، وكمان فجأة سمع صوت صراخ مراته آدي وجري للمزرعة بسرعة ولقاها مفتوحة وآدي مش موجودة، ولكنه لقى جهاز المراقبة موجود وآدي مع السفاحين في نفس المكان اللي ابنهم توماس مات فيه، وهو لازم يروح لها بسرعة عشان ينقذها. والاول هيرجع للبيت وهيحاول يصلح السلاح القديم بتاعه لانه هينتقم من السفاحين، لاما هم يقتلوه لاما هو اللي هيقتلهم، ونجح انه يصلح السلاح خلاص ومستعد لمهمة انقاذ مراته ادي لو حتى هيموت، بس على الاقل يحاول يوفر فرصة لادي انها تفضل حية. وبيكون الصبح حل والليل انتهى والحقيقة هتظهر يا صديقي، وادي في وسط السفاحين عشان راتشل هتخليها تعترف لجون بالسر، والسر هو ان لما ابنهم توماس غرق آدي ما استحملتش الحياة من غيره، وجون كان بيحاول يفوقه وفشل وتأكد انه مات، فهي ساعتها راحت خدت السلاح من الخزنة وضربته بالنار، وبعد كده خلصت على نفسها هي كمان. وهما الاتنين يا صديقي اصلا ميتين، وجون وآدي اللي انت شايفهم دول هما مجرد ارواح، وهما ساكنين البيت كارواح الحزن مسيطر عليها وارواحهم مش عارفة تهدأ، ولما السفاحين دول ظهروا والخطر حاصرهم هما كده تعاونوا مع بعض وكانوا مستعدين للتضحية بأنفسهم من أجل بعض، وتقبلوا حقيقة وفاة ابنهم توماس وده قدر مش مسؤولية حد فيهم، وأرواحهم هدأت خلاص واختفوا من على الأرض. وعشان كده يا صديقي لما جون شاف قناع راتشل لقى إيده شبح لأنه أصلا روح بدون جسد، وجهاز استشعار الأرواح كان بيرشد السفاحين لمكان آدي وجون، ودلوقتي الجهاز هدأ خلاص لما الأرواح اختفت. وراتشل وأصدقائها يا صديقي مش سفاحين، هم بس بيساعدوا الارواح المعذبة والعالقة على الارض انها ترتاح. واللي كلم راتشل هو صاحب المكان جريج اللي عرضه للبيع، لان جريج كل مشتري يجيبه يقول انه شاف ارواح ساكنة في المكان وحاجات بتتحرك لوحدها، وجريج عارف بخصوص انتحار الام والاب بعد موت ابنهم توماس، فاعتقد ان ارواحهم ما زالت ساكنة في البيت ده، وكلم راتشل للتأكد من الامر، وهي نجحت فعلا انها تحل القضية، ونجحت فيها عن طريق انها تحط جون وآدي في احساس الموت طول الوقت عشان يتقبلوا بعض ومشاعرهم الحقيقية تظهر ويسامحوا بعض ويتقبلوا حقيقة موت ابنهم توماس والغلطة مش غلطة حد منهم، وجون وآدي وتوماس كلهم مع بعض سعداء في العالم الآخر وأرواحهم هدأت والحزن انتهى، وكده كمان جريج هيقدر يبيع البيت عادي جدا. كات
بتصحى بتلاقي نفسها مخطوفة بعد ما دخلت لقرية ماديسون وهي على عربية السفاح، وخد باله منها انها فاقت من الاغماء وكمان جريت منه عشان تحاول تهرب، ونزل لها وهيطاردها، وبسبب اصابتها ما قدرتش تهرب لبعيد والسفاح قبض عليها، واهل القرية شايفينها عادي وما ساعدوهاش. وبيظهر جيمس وويل هما مهتمين بعمل لقاءات مع المؤلفين، وتلقى جيمس رسائل كتيرة جدا من مؤلف كتاب رعب اسمه الشيطان في الغابة، وبيتكلم عن سفاح اسمه داميان في قرية ماديسون، وجيمس معاه صديقه المصور ويل، وهيروحوا لعمل لقاء مع مؤلف الكتاب اللي اسمه ديفيد راندال، وهم متحمسين جدا. وصلوا لبيت البنات وهيروحوا معاهم، وخبط ويل على باب حبيبته بروك وهي مع صديقتها جينا، ولكنه لا اخو حبيبته كايل فتح له الباب، وبسبب ان ويل سمعته كانت وحشة زمان فقفل كايل الباب في وشه، وجات له بروك وتقول ان كايل هينضم ليهم في الرحلة لانه خايف عليها من ويل وسمعته، ومضطرين يوافقوا وانطلقوا في طريقهم. ويحكي جيمس للشباب عن السفاح داميان اللي في قرية ماديسون، ان المؤلف ديفيد قال انه قتل اكتر من 33 شخص، وهو متنكر في قناع على شكل خنزير، واهل القرية من كتر خوفهم منه ما بيقدروش يبلغوا الشرطة عنه ولا حتى بيتكلموا عنه للغرباء. وشايف جيمس ان رحلتهم للقرية ومقابلتهم لديفيد المؤلف والكاتب هتبقى ممتعة، ولقوا راجل على الطريق وهو حارس الغابة، ويستغرب انهم متجهين لقرية ماديسون لان سمعتها مش احسن حاجة، ويطلب منهم ياخدوا بالهم كويس من سكان القرية هناك لانهم غريب الاطوار، وكمان ارشدهم لاقرب طريق يوصلوا عن طريقه للقرية بسرعة، والطريق اسمه بتجرو، وسابهم ومشي وهم مستغربين منه، والليل حل عليهم وهم مخيمين. يكمل جيمس ليهم قصة السفاح داميان اللي المؤلف ديفيد كتبها لما داميان كان صغير، والده توفى وامه حد من خارج القرية حبها، وشاف انه عشان يتجوزها لازم يتخلص من داميان لانه ما بيحبهوش، فضربه وعذبه وشوهه ورماه على الطريق املا انه خلاص هيموت، ولكن جه واحد من اهل القرية وانقذه، وساعتها داميان الكراهية والانتقام اتربوا جواه، وبعد فترة لقوا الراجل اللي عذبه مقتول. والصبح حل عليهم وهيستعدوا للرحيل من الغابة والاستمرار في طريقهم لقرية ماديسون، ولكن فيه راجل غريب مراقب الشباب دول وهم مش واخدين بالهم منه، ولما حست جينا بحركة حواليها بيكون الشخص ده اختفى، وحست بالقلق منه وراحت لجيمس وقالت له انها سمعت صوت محرك عربية امبارح بالليل، وسمعت كمان الصوت ده تاني الصبح، وحسه ان حارس الغابة بيراقبهم وشكله كده وراه سر مظلم، ولكن جيمس يطمنها ويقول لها ده شكله طيب، ده ادانا وصف الطريق هيوصلنا للقرية اسرع بنص ساعة، وطمنها ومشيه وكملوا طريقهم، ووصلوا لطريق بتجرو اللي قال لهم عليه حارس الغابة، ولكن جيمس قلق من كلام جينا ومش هيمشي فيه خوفا من ان حارس الغابة فعلا يكون شرير وبيضللهم، وهم مكملين طريقهم هيضطروا يوقفوا شوية للراحة، ويستغل ويل الفرصة ويبدأ يصور في الطبيعة وكمان في جينا وجيمس. ولما مشيه يقول جيمس الجينة ان ويل صديقه من زمان، وانه كمان رايح لقرية ماديسون عشانه لانه حفزه بخصوص الطبيعة الجميلة الموجودة هناك عشان يصورها. وويل في الغابة راح يعين الصور اللي صورها، ولقى راجل غريب في الصور، نفس الراجل الغريب اللي جينا حست بيه انه مراقبهم في الغابة، وحس بالقلق وسمع صوت حواليه في الغابة، ولقاها حبيبته بروك خضته، وهيمشوا من الغابة خلاص وهيكملوا طريقهم. وبعد سفر يوم كامل وصلوا اخيرا لقرية ماديسون، وكلهم متحمسين. ورسائل المؤلف ديفيد راندال لجيمس انه لما يوصل للقرية يسأل الناس على عنوان بيته، وهم كمان حسوا بالجوع وهيتجهوا لأقرب مطعم في القرية، وهم كلهم مستمتعين. وصلوا للمطعم ولما دخلوه يستغربوا من نظرات الناس ليهم لانهم مش متعودين على دخول الغرباء للقرية لانهم خايفين على مزارعهم من السرقة. وراحوا لصاحبة المطعم واسمها إرما، ولما سألوها على المؤلف ديفيد راندال قالت لهم انه مشي من القرية من زمان، حتى السفاح داميان هو مجرد اسطورة، والمؤلف ديفيد اختفى بعد كتابته لكتاب الشيطان في الغابة، ولكن جيمس مش مصدق الست العجوزة ونجح ياخد منها عنوان بيت ديفيد راندال المؤلف، وهيتجهوا ليه للتأكد بنفسهم، ونظرات اهل القرية الموجودين مش مريحاهم، واهل القرية والشباب خايفين من بعض في نفس الوقت.
وحوالين المطعم موجودة عربيات كتيرة جدا قديمة. المؤلف ديفيد راندال قال في كتابه انها للضحايا اللي السفاح قتلهم على مر السنين اللي فاتت، وعدد العربيات كتيرة جدا، وديفيد قال ان السفاح قتل اكتر من 33 شخص، وكلهم كانوا من الناس اللي دخلوا للقرية وهم مش من سكانها الاصليين. وده يا صديقي لان اللي اذى داميان وهو صغير كان شخص من خارج القرية ومش من سكانها، وقبل ما يمشوا من المطعم هيصور ويل صور تذكارية، وجاله السفاح اللي كان خاطف كات في الاول وكان هيتخانق مع ويل لولا تدخل كايل، ويقول لهم لازم تمشوا من هنا احسن لكم وانتم لسه قدامكم الفرصة، لان السفاح الخنزير لو ظهر مش هيرحمكم وهيقتلكم كلكم، ولكنهم ما اهتموش بيه. وكملوا طريقهم لبيت المؤلف ديفيد راندال، واقترحت بروك على جيمس انهم لازم يمشوا من القرية الغريبة دي ويسمعوا نصيحة الراجل الغريب اللي قبلوه، ولكن كايل رفض لانهم قطعوا مسافة كبيرة جدا للوصول لهنا، واستغربوا منه انه متحمس للرحلة. وهم ماشيين شافوا شخص مشوه قدامهم وكانوا هيدوسوا عليه، ولما بصوا عليه لقوه اختفى، وهم مرعوبين منه ووصلوا لمدخل بيت المؤلف ديفيد راندال ومش حاسين باي حركة لانسان هنا خالص، حتى لما خبطوا على الابواب ونادوا على ديفيد ما لقوش رد خالص، ومفيش حد موجود في البيت، حتى كايل فشل انه يدخل من الباب الخلفي، فطمن الشباب انه هيرجع للمطعم وهيتأكد من عنوان البيت من الست العجوزة ايرما، وجيمس اداله مفاتيح العربية للوصول اسرع. ووصل كايل للمطعم من تاني وراح للست العجوزة ايرما ويقول لها انه ملقاش حد في البيت، فتقول له طبعا لانها قالت لهم ان ديفيد راندال مشي من القرية بعد ما ألف الكتاب بتاعه، ولكن كايل حاسس ان السفاح قتل ديفيد عشان الكتاب اللي كتبه عنه، وإرما قالت له ان ديفيد عيلته كلها ميتين وملهوش حد هنا. وجيمس بيقرأ في كتاب المؤلف ديفيد ولقى ان كل الحاجات اللي لقوها في القرية هنا هي اللي المؤلف كاتبها في الكتاب. وكايل راح للمقابر ولقى عيلة ديفيد ميتين فعلا، ولقى حارس المقابر جاله وافتكر انه شرطي، لان الشرطة جات هنا للتأكد من اختفاء كات اللي ظهرت في الاول، لان ابوها بيقول ان السفاح داميان هو اللي خطفها، ويحذره من القرية ويطلب منه يمشي منها، وهينقسم الشباب عن بعض، وهتروح بروك مع ويل للبحث عن ديفيد المؤلف، وهيروح جيمس وجينا هيدوروا على اي اثار ترشدهم ليه. وجيمس قلقان ان كل ده ولسه كايل مرجعش ليهم من المطعم، وجينا تقوله انها مش مطمنة وهي في القرية دي، وتنصحه انهم يمشوا، ولكنه طبعا رفض. ووصل ويل وبروك لمخزن بيت المؤلف ديفيد، ولقى ويل الباب مقفول بقفل ولكن القفل مفتوح، ولقى جيمس صور لعيلة في المكان ومكتوب عليها من الابن داميان لامه ارمة. اذا يا صديقي السفاح داميان امه هي الست العجوزة صاحبة المطعم ارمة. وقلق جيمس وجينا اكتر، وكايل لقى بنتين بيجروا في الغابة فراح يتبعهم يمكن يوصلوه لحاجة، وحس جيمس بالقلق من الست العجوزة انها قالت له ان السفاح هو مجرد اسطورة ولكنها هي امه اصلا، وهيروح للمطعم للتأكد منها والاطمئنان على كايل اللي لسه ما جالهمش لحد دلوقتي، ويطلب من جينا ترجع لويل وبروك وهو هيحصلهم، ولما مشي بيكون في حد مراقبهم. وكايل تتبع البنتين ولقاهم في البحر، وللاسف هم وقعوه في الفخ لانهم تبع السفاح الخنزير داميان اللي ظهر من وراه وهجم عليه وقتله، ولقى ويل في المخزن مضرب خشب فيه فهياخده معاه للحمايه، وهم مش عارفين ايه اللي مستنيهم، والعصايا الخشب دي لن تحميهم من السفاح داميان. وجيمس بيجري بسرعة على رجله للوصول للمطعم، وويل وبروك راجعين لمكان جيمس وجينا عشان يمشوا من هنا، ولكنهم ملقوش حد، وجرب ويل يفتح الباب تاني ولكنه برضو ما فتحش وزهق، وهيسيب بروك تدور على جيمس وجينا كمان وهي لوحدها لانه هيروح للغابة وهيدور على حمام. وجيمس تعب من كتر الجري وبيتمنى انه يلاقي اي عربية تظهر قدامه وتوصله، وعربية السفاح فعلا ظهرت وشاور لها عشان تقفله، ولكنها كانت هتدوسه وهتقتله، ولكن جيمس جري بسرعة منها، والسفاح قال لهم في الاول عند المطعم انهم لازم يمشوا من هنا قبل ما السفاح الخنزير يظهر، ولكنهم ما سمعوش الكلام وخلاص الوقت اتأخر على الهروب. وويل ساب المضرب الخشبي على جنب في الغابة وراح يدور على الحمام، والسفاح جاله بما انه لوحده وخد المضرب الخشبي، ولما حس بيه ويل اعتقد انها حبيبته بروك
ولكن السفاح هجم عليه وويل حمى نفسه والمضرب اتكسر، والسفاح متعود انه يتصرف وباقل الامكانيات وهجم على ويل وقتله بالمضرب المكسور. ووصل جيمس الارمة وقال لها انه عرف حقيقتها وانها ام السفاح ضميان، وتقول له انه كده هو عدى الحدود معاها وكمان عرف تفاصيل ما كانش المفروض يعرفها، وتحذره قبل ما يمشي ان ابنها السفاح ضميان لن يرحمه لا هو ولا اصدقائه، ودخولهم للقرية دي هو اكبر خطأ هم عملوه. وقابلت بروك جينا وقالت لها على مقتل ويل، وهي شافت السفاح الخنزير وهو بيقتله، والسفاح ظهر من وراهم وحاول يهجم عليهم ولكنهم هربوا منه بسرعة. ولما خرج جيمس من المطعم لقى عربية حارس الغابة وصلت ويطلب منه يركب معاه وهو هيفهمه كل حاجة. وجينا وبروك بيهربوا من السفاح في الغابة، وكل واحدة منهم استخبت في مكان، ولكن السفاح شاف بروك وهيقتلها خلاص، ولكن تدخلت جينا عشان تشتته ويتبعها هي مكان صديقتها بروك. وحارس الغابة وصل جيمس البيت السفاح، والقصة ان المؤلف ديفيد راندال هو حارس الغابة وبعت رسائل كتيرة لجيمس للذهاب للقرية عشان يسلمه للسفاح عشان يحرر بنته كات المخطوفة، وهو كمان اللي كان بيراقبهم في كل مكان. والسفاح اللي حذرهم من القرية واللي خطف كات هو مساعد السفاح الخنزير، وديفيد هيبدل جيمس بكات بنته وضربه واغمى عليه. والسفاح الخنزير داميان حاصر جينا خلاص، ولكنها لقت الفاس بتاعه في الغابة وهتحاربه، وهو بيضحك وبيطلب منها تحاول، وهجمت عليه وافتكرت انها قتلته، ولكنه ضللها وخد منها الفاس وقتلها بيه، وعمال بيعمل اصوات الخنازير وفرحان بالصيد وكده عليه انه يرجع بيته عشان يرتاح. والسفاح المساعد بتاعه ربط جيمس وديفيد جنب كات ولازم يستنوا السفاح الخنزير لحد ما يوصل ويتصرف معاهم. ويقول ديفيد لجيمس طالما اصدقائك مش موجودين هنا فهم خلاص اتقتلوا على ايد السفاح الخنزير، ويعتذر له ان هو عمل كل ده عشان ينقذ بنته كات. والسفاح هو اللي طلب منه كده، طلب منه ضحايا جداد يدخلوا للقرية عشان يصطادهم، وفيه مسمار ورا جيمس هيحاول يحرر نفسه بيه. والسفاح الخنزير داميان جالهم، وديفيد يقول له انه لو حرره هو وبنته مش هيقول لحد عليه وهينسوه، ولكن السفاح لا يوفي بوعوده ولا يرحم احد، وطعن ديفيد وهيستعد للباقي. ولما ساب سكينته وحرر جيمس نفسه وخد السكينة بسرعة وهجم على السفاح واضعفه، وحاول يهرب ولكن السفاح تتبعه، ولكن السفاح ملقاش جيمس بره، وده لان جيمس عامل فخ للسفاح وضلله وهجم عليه. والسفاح اغمى عليه وحرر جيمس كات وهي بتحاول تحرر ابوها ديفيد المصاب، وسابوا السفاح مغمى عليه وركبوا عربية ديفيد للهروب، وسابوا ديفيد في صندوق العربية. ولما مشيوا بيكون السفاح تتبعهم ووصل لصندوق العربية وقتل ديفيد نهائيا، ووقف جيمس العربية ونزل للسفاح عشان يحاربه، ولكن جيمس ضل للسفاح مش اكتر عشان يدي فرصة لكات انها تظهر من وراه وتضربه، ويهربوا هما الاتنين بسرعة من قرية ماديسون المرعبة. وبروك خرجت من الغابة مش عارفة تروح فين، ولما مشيت من هنا بتكون عربية جيمس وكات مشيت هي كمان، وعلى حظها البائس هي كده هنا لوحدها وخسرت حبيبها ويل وصديقتها جينا، وهي ما عندهاش حل غير انها ترجع للمطعم بتاع العجوزة الشريرة ارمة لطلب النجدة، وهي مش عارفة ان ارمة اصلا هي ام السفاح. ووصلت للمطعم ولما دخلت تهديها ارمة وتقول لها احنا لازم نكلم الشرطة فورا على السفاح المجنون الخنزير اللي عمل كل ده، وتطلب منها تطلع بره للعربية بتاعتها وهي هتجيلها وهتوصلها للشرطة. واهل القرية طبعا مش حاسين باي حاجة ولا هيقدروا يساعدوا بروك اصلا، لانهم بيخافوا من السفاح الخنزير وبيخافوا حتى انهم يتكلموا عنه. ولما خرجت بروك لعربية العجوزة ارمة بتكون خلاص كتبت نهايتها بايدها، والعجوزة مش هتتعب ابنها السفاح الخنزير اكتر من كده، كفاية عليه الشباب اللي خلص عليهم في الغابة. وراحت العجوزة بسكنتها وقتلت بروك، وقرية ماديسون اي حد من الغرباء هيدخلها هيلاقي السفاح الخنزير داميان موجود مستنيه عشان يقتله. بس كده يا شباب، دي نهاية الملخص.